وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. طوبى وهي الجنة، طوبى هي الجنة أو شجرة في الجنة، لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، يفكر في عيوبه ويتوب إلى الله ويستغفر منها ويتركها، هذا الواجب عليه. ما أحد ما له عيوب، فيفكر في عيوبه هو ويصلحها. أما أنه ينسى عيوبه يشتغل بعيوب الناس فهذا مذموم. طوبى لمن شغله عيبه، يعني له الجنة أو شجرة في الجنة، لمن اشتغل بعيبه، عيب نفسه، عن عيوب الناس. أما الذي بالعكس إنما يشتغل بعيوب الناس ويتحدث عن فلان وعيوبه وهو عنده من العيوب أكثر مما عند الآخر، فهذا عليه الوعيد، عليه الوعيد. وأيضا هذا يجعله لا يتوب من عيوبه، يجعله لا يتوب من عيوبه. ففكر في عيبك أولا، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. والشافعي رحمه الله يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فلك عورات وللناس ألسن، لك عورات وللناس ألسن، تكلمون فيك في عورتك، إذا اشتغلت بعيوبهم هم يشتغلون فيك ويذكرون عوراتك، وأنت السبب في هذا، أنت اللي سببت على نفسك هذا الشيء. إنسان يشتغل في عيوب نفسه ويترك عيوب الناس، نعم النصيحة مطلوبة، أنك تنصح من رأيت عليه عيبا تذكره، هذا طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى. أما على وجه التفكه، على وجه التفكه في عيوب الناس والتنقص لهم، فهذا هو المذموم. أولا أنه أساء إلى الناس، وثانيا أنه نسي عيوب نفسه وأعجب بنفسه. نعم.